انا دلوقتي بشارك في ملتقى الصداقه. الصراحه المشاركه كانت حلوه جدا وكلنا فرحنا بيها، وكمان يعني كنا مبسوطين ان احنا تعرفنا على ثقافات مختلفه من كل الاماكن. حتى احنا كنا متفاجئين فعلا في وافدين من كل الاماكن بالطريقه دي، من شمال مصر وجنوب مصر من كل حته، وكنا مبسوطين فعلا ان كل الجامعات شاركت النهارده في اليوم وتعرفنا على ثقافات مختلفه. والاختلاف بتاعنا ان هو مهما كنا مختلفين فعلا احنا كلنا شبه بعض واصل ثقافه واحده. يعني اليوم قدمنا عرض مكون من دبكتين قلنا فيهم دمي فلسطيني. الشعب المصري كتير بيحتوي الشعب الفلسطيني، كتير بيحتوي الدبكه، بيعرف بيفهموا علينا. كنا احنا نحكي دمي فلسطيني وهم يردوا علينا بالزقفه يعني بالتحية كبيرة كتير. كان إشي كتير فخم وإشي كتير كتير حلو. شاركت اليوم في المؤتمر الصداقة الدولي في جامعة المنصورة، طبعا كان مؤتمر حلو وكويس وكنا مبسوطين جدا، ونشكر مصر طبعا على الاستضافة، ويعني نحن حاسين إن في بلدنا الثاني، وبلدنا طبعا وبلدنا الثاني يعني أصل مصر. نحن يعني في احتفالنا أو في إطار احتفالنا باليوبيل الذهبي قررنا ان احنا نخرج من نمطيه الاحتفالات العاديه اللي هي ونحاول نعمل انشطه في محاور مختلفه. الانشطه دي بتاصل ل يعني بناء الجمهوريه الجديده وتحقيق رؤيه مصر 2030 وتحقيق اهداف بتاع التنميه المستدامه، وبالتالي يعني حصلنا او عملنا خطه على 5 محاور تقريبا هيتم من خلالها 20 نشاط قمي على مستوى القطاعات الجامعه المختلفه. النهارده بدانا باوله اللي هو يعني اول نشاط قمي كبير خاص بقطاع التعليم والطلاب، وهو الملتقى الصداقه الاول. الملتقى الصداقه ده الغرض منه هو برضو ان احنا نحاول نوصل ل مفهوم الصداقة بين الطلاب الجامعة، سواء كانوا دول طلاب من جامعات حكومية أو جامعات أهلية أو جامعات خاصة أو من خلال طلبة مصريين وافدين. كل دول بيمتزجوا مع بعض بملتقى مش تنافسي، ده ملتقى لأن هم يقدروا يتبادلوا الخبرات، يتبادلوا الثقافات، يسمعوا ندوات، يشاركوا في أنشطة مختلفة، بس مش بين جامعات وجامعات وبين فرق وفرق من مختلف الجامعات. هو ده يعني المعنى اللي وراء هذا الملتقى.